www.mansdoc.com. عندي وحطها من غير اسم عادي مش كده؟ في عندي بريشن اسمه بريكر بالجمر، وفي عندي حاجه اسمها كينيكوشي. كينيكوشي واحفظ الاسم ده كويس خلاص؟ كينيكوشي وبريكر بالجمر. نخلص من بريكر بالجمر لان ده اللي مش يعني مش مهم قوي. نقطه بريكر قال لك جريد 1 اقل من 3 مللي الدايمتر، يعني الجيت الدايمتر بتاعه اقل من 3 مللي. جريد 2 من 3 ل 6، جريد 3 اكتر من 6 مللي، جريد 4 فانتك فيرسس. كان زمان يقول لك ان الفانتك فيرسس او خشب من الاسوشيال فيرسس، صح؟ عشان ايه؟ يقول لك صعب ان انا اوصل لها، مش كده؟ طبعا ده كلام قديم ما عادش صح، يعني يقول لك الفيرسس اللي هنا صعب ان انا اوصل لها بالاندوسكوب. لا، بتوصل لها دلوقتي وبنعمل كل حاجه فيها. خلاص؟ طيب، يبقى ده اسمه بريكر بالدمر. طبعا نقطة بريكابل يعني ده ما بيعتمدش على الدايمتر بتاع البيت، لان ممكن يكون دايمتر 3 مللي ويرشر قبل الدايمتر بتاع 6 مللي. خلاص؟ فهو نقطة بريكابل. انتوا حطوه في البطن هو اللي نكوشي. هو ده اللي اتاخد في البطن. ايه اللي نكوشي؟ في عندي جريد 1 ده عبارة عن دايليتد ولكن نوت تورشوس فين. دايليتد نوت تورشوس فين. ده جريد 1. جريد 2 دايليتد بس الميكوزا هيلث. فاكر كلمه ميكوزا هيلث دي؟ يبقى اول واحد دايليتد بس نوت تنشر. جريد 2 تمام. جريد 2 دايليتد وتنشر بس الميكوزا هيلث. جريد 3 دايليتد وتنشر بس الميكوزا ان بتوين. فاكر ان بتوين ده فيها يعني ايه؟ فيس دايليتد وان بتوين في ألسر. طيب كريدة أربعة ودي اللي أنت خدتها في البطنة حاجة اسمها هاي ريسك فيروسز، ودي بتتسأل في الشفا وعندنا. يعني إيه كلمة هاي ريسك فيروسز؟ يعني فيروسز هتنشر، فيروسز محتاجة تدخل فيها بسرعة ما تقدرش تسيبها. خلاص ده معنى كلمة هاي ريسك فيروسز اللي هما إيه؟ رقم واحد فاندك فيروسز. ماشي، إحنا قلنا من شوية إن الفاندك فيروسز أوحش من السوشيال فيروسز. ما عادش، ما قلناش بنعتبر الفاندك فيرسز يا جماعه هاي ريسك فيرسز. امال ايه بقى؟ في عندك ثلاث حاجات تانيين بقى اللي هم اثنين وثلاثه واربعه، دول اللي انا عايزهم. او ممكن نسميهم واحد واثنين وثلاثه. واحد السر اون توب اوف بين، احفظها كده. السريشن اون توب اوف بين، مش انت قلت لي جريد ثلاثه السريشن ان بتوين البين؟ لا، جريد اربعه الالسر على الميكوزا اللي فوق البين. ما هو ده الميكوزا اللي فوق البين السريتنج معناها ان البين ده ايه؟ هيلفش، صح؟ طيب رقم اثنين انت قلت لي واحد السر اون توب اوف بين. رقم اثنين كابيلاريز اون توب اوف بين، يعني ايه؟ هو المفروض الفيتس دي يا جماعه موجوده فين في الليرز؟ ها؟ موجوده فين؟ في الميكوزا ولا في الصب ميكوزا ولا في الماسكولوزا؟ في الصب ميكوزا، خلاص؟ طيب معنى كلمه كابيلاريز اون توب اوف بينز يعني ان الفين تلاقيه اهو وتلاقي فوق منه كابيلاريز اللي في الميكوزا كمان دايليت. ده معناه ايه؟ ان البريشر عالي قوي لدرجه ان هو كمان الكابيلاريز دايليت. بيسموها لها اسم كده حاجه اسمها فيرسس اون توب اوف فيرسس. خلاص؟ انتوا خدتوا المصطلح ده بس كده. طيب رقم ثلاثه فينز اون توب اوف فينز، دي اسوأ حاجه. الفينز بتاعت الميكوزا دايليت. خلاص؟ ما هي الميكوزا فيها فينز على فكره. خلاص هو منها فينز، فلما تبقى كمان هي دايليتد ده معناها عندها هيلوبشر النهارده، ما تستناش. يبقى بص بقى هم ثلاثه احفظهم كده، السر اون توب اوف فيرسز، كابيلاريز اون توب اوف فيرسز، فينز اون توب اوف فيرسز. ثلاث حاجات هم دول اللي بنسميهم هاي ريسك فيرسز. امال الفاندك فيرسز ما قلناش حاليا بنعتبرها هاي ريسك فيرسز. هو ده الجريدنج اللي احنا ماشيين عليه، الانكوشي جريدنج وليس البريك اند بلاك. احنا ماشيين على الانكوشي. يبقى ده الفاليو اوف اندوسكوبي اهم حاجه ان هو يحدد لي الجريدز بتاعت مين؟ بتاعت الفيرسز. السيرابيوتك ده هتكلم عليها النهارده بالتفصيل في التريتر مش دلوقتي. طيب كده انا خلصت الانفستيجيشن. قبل ما اخش على التريتر ركز معايا، عيان انت شخصت بوتال هايبر تنشن، عملت ايه؟ الترا ساوند واندوسكوب. الترا ساوند شفت بوتال هايبر تنشن، اندوسكوب شفت فيه فيرسز ولا لا؟ طيب قبل ما تدخل عمليات وقبل ما تلمسه وقبل ما تديله اي دواء في الدنيا لازم تعمل حاجه اسمها تشايلد بو كلاسيفيكيشن. انتوا حطوه في البطن صح؟
اوقات بتشاي ديبو ما اعرفش في بعض الطلبه نظافه بخ وبخ وحاجات غريبه كده. طيب انتم بتدرسوا تخرجوا من الطب بتبقى حافظ الشاي ديبو زي اسمك ولا مؤاخذه في اللفظ فماما ما انتش فاهم اي حاجه. يعني انت حافظ الشاي طب وبعدين فايده الشاي ديبو؟ كلكم ضابطين الشاي ديبو بالبطل هايبر تنشن صح؟ مش كده لان انتوا درستوها في البطنه في البطل هايبر تنشن وفي الجرح في البطل هايبر تنشن برضه. طيب الشاي ديبو ملوش يعني مش شرط في البطل هايبر تنشن اي عيان هيباتيك بيشن داخل يعمل عمليه لازم ولابد احدد له الشاي ديبو كونسيشن بتاعته. الله هقول لك حاجه تسمع قوي عن عيان مثلا عنده الكبد بيتعالج من الكبد وعنده امتحان وانا مثلا جالي كجراح وانا قلت له ان انا هعمل لك عمليه الفتاك طبعا هيروح يستشير مين؟ دكتور الكبد بتاعه. اشهر كلمه دكتور الكبد يقولها له ايه؟ ها؟ بالظبط كده، لا ما تقربش نشط الجراح انت عندك الكبد ما ينفعش فيها الموت. صح ولا غلط؟ الكلمه دي للاسف بتتقال كتير من دكاتره البطنه. خلاص؟ للاسف ما انا بقولها للاسف. طب اسال العيان اقول له طب هو طلب لك البومين، طلب لك بيليروبين، طلب لك جراح، عمل لك الشايد بوك بتاعك عشان تعرف هو شايد جي ولا بي ولا سي؟ يقول لك لا. هقول للدكتور ده حمار، ما تطلبش تاني بعد ده مش فاهم اصلا حاجه في الكلام. يا جماعه فايده الشايد ديبو ايه؟ احنا دلوقتي انا عندي حاجه اسمها شايد اي وبي وسي صح؟ انا هقول لك الشايد ديبو بسرعه زي ما كنت بتقول برضه، بس بتقسم العينين لثلاثه كاتيجوري، اي وبي وسي، يعني ايه؟ ايه دي لازمتها ايه؟ كده؟ انا استفدت انا ايه؟ طيب ما هو ده للاسف هو بيحفظك كده، ما هو 30 80% وما اعرفش ده كام 70%، انا استفدت انا ايه؟ انا كجراح واحد عنده الكبد راح يعمل فتال، واحد عنده الكبد راح يعمل سبلينيكتوم مثلا في فيروسز، واحد عنده الكبد راح يعمل اي عمليه كانسر كولو. استفدت انا ايه؟ استفدت انا ايه؟ هو تشايلد ايه ولا بي ولا سي؟ استفدت ايه؟ يعني اقول لك حاجه كانسر كولو مثلا خلاص؟ تشايلد بي ينفع اعمل عليه ولا لا؟ او تشايلد ايه؟ بلاش تشايلد ايه؟ وكانسر كولو خلي بالك ينفع؟ ويبل فاهم؟ هيباتيكتوم ينفع ولا ما ينفعش؟ ما هو يعني ما هو على حسب ايه؟ ما بقول لك هو تشايلد ايه وبي وسي، انا عارف انا تشايلد ايه، استفدت انا ايه؟ ينفع نعمله ولا ما ينفعش؟ ما هو للاسف لو درسوا كل تشايلد ما درسوا كل هو ايه تطبيقه العلمي؟ يعني تطبيقه ايه؟ انت حفظتها كده، حفظتها زي ما بتقول موتاليتي 80% دي موتاليتي ما اعرفش كام في المية، انا استفدت انا ايه؟ بص يا جماعه كلمه تشايلد ايه؟ العيان ده زيه زيك بالظبط. زيه، ينفع يتعمل له عمليه كبيره جدا. يعني بيخش يعمل هيباتيك ريسكشن؟ اه خش يعمل باتيك سيكشن، خش يعمل كانسر كولون، يعمل كانسر كولون، يعمل ويبل، انا اخدها في البنكاس، يعمل ويبل. خلاص؟ ده معنى كلمة الشايد ايه؟ يعني لقيت عيان الشايد ايه؟ ما تخافش، خش اعمل له عملية. طب الشايد بي؟ لا، ده ما ينفعش ميجر سيرجري، لا ماينور سيرجري. ماينور سيرجري يعني ايه؟ تروح تعمل له كانسر كولون تبقى بتستهبل. تروح تعمل له ويبل؟ لا، باتيك سيكشن؟ لا، امال تعمل له هيرنيا؟ ماشي، عيب على راسك، هيرنيا دي عمالك تخش ساعة دم. تعمل له بواسير ما عنديش مانع، تعمل له زايده ما عنديش مانع، خلاص؟ تعمل له مثلا ان امبيوتيشن ما عنديش مانع، هل تعمل له عمليه كبيره؟ لو قلت لك 6 7 ساعات في العمليات العدد مش هيقوم منها، هيخش في انكفالوز. سي ده اللي ما يتمش. ده لو خد حقن التكبير مش هيقوم منها مع الترابيزه. ده هيخش العمليات هينوض على الترابيزه. خلاص؟ ده فايده الشايلد ايه وبي وسي في الطب. ده الفايده الاساسيه بتاعته، مش ان انا احفظها ايه وبي وسي، لا، كده. حتى انا هطبقها لك النهارده. يعني انا هطبقها لك عيان بوتر هايبر تنشن وشايلد ايه؟ ولا بوتر هايبر تنشن وبي وبوتر هايبر تنشن وسي، اعمل له ايه واعمل له ايه واعمل له ايه؟ ده معنى كلمه ايه وبي وسي. يبقى اي عيان كبد يا جماعه يجي لك انت اهو مش جراح خلاص؟ انت دكتور بطن وعايز تعرف عيان ينفع يعمل عمليه ولا قريبك يعني. كتير قوي من قرايبنا مثلا عندهم الكبد ويرفع صباع التليفون يقول لك ايه؟ انا الدكتور ممكن اقول له اعملها ولا بلاش اصل عندي كبد وخايف. اقول له ثانيه واحده بقى كده اهو. هعمل لك ايه؟ رقم واحد هطلب لك السيرم البومين. ها؟ سيرم بليوبين. مش كده؟ اشوف فيه اسايتس ولا لا؟ الترا ساوند لازم الترا ساوند مش فيها هزار مش كلينيكال. والانجيفالوباسي واعتقد ليها فرق على العيان والبي تي او الاي ام ار. دول 5 حاجات صح؟ طيب فكرني كده بسرعه السيرم البومين ها؟ اكثر من 3.5 ده هياخد سكور واحد. مش كده؟ من 3 لـ3.5 ده هياخد سكور كام؟ 2. اقل من 3 ده هياخد سكور كام؟ 3. طيب بيليروبين اقل من 2 من 2 لـ3 اكتر من 3 شوف اهو عشان ما تحفظش اقل واكتر من 3 خلاص؟ طيب الاسايتس مفيش اسايتس خالص
ولا مايلد اسايتس ولا تنس اسايتس انكفالوبس مفيش خالص ولا ديستربت كورشوس ليفل ولا العين كوماتوس خلاص البي دي عشان البي دي كان النمبر بتاعه كام من 12 ل 16 سكند صح اقل من 4 سكند اباب النورمال ولا من 4 ل 6 ولا اكتر من كام اكتر من 6 سيادتك هتطلب تشوف الخمس حاجات دول وتبدا تجمع السكور بتاع العيان نفترض ان عندك البومين مثلا كان 3 ونص او 4 خلاص يبقى ده السكور واحد لقيت مثلا يعني البلوبن بتاعه مثلا لقيته 2 ونص خلاص ده ياخد سكور 2 مفيش اسايتس واحد مفيش انكفالوبس واحد الايلاند بتاع نورمال واحد ابدا تجمع السكور بتاعه خلاص كده طيب السكور ها هتجمع السكور قال لك والله لو هو من 5 ل 6 ده ايه تشايلد اي اهو من 7 ل 9 ده تشايلد بي ومن 10 ل 15 ده تشايلد كام تشايلد سي بس وصلت عرفت ان هو تشايلد ايه ولا بي ولا سي اقدر بقى ساعتها احدد اقول له اه تنفع لك عمليه ولا لا امال بالتليفون ينفع لا يا حبيبي بكده هقص زي اللي بيحصل عندنا في مصر اي دكتور جاب لي ضحيه يعمل عليه لا انت ما ينفعش عندك الكبد ايه عندك الكبد يعني عليك الكبد ده موجود فيه اموته مثلا تحرقه لا اشوف هو تشايلد ايه ولا بي ولا سي ونظبط الكلام ده النهارده يبقى يا جماعه اي عيان كبد اي سؤال بقى ارجع بقى الكلام بقى عند النظر اي سؤال ريليتد عيان كبد في الامتحان لازم لازم تشايلد كبد هتلاقي مكتوب عندك في الحتتين في الدوتال هايبر تنشن وفي الهيبات سيلا كارسينوم يعني ايه بس سيلا كارسينوم مش بس سيلا كارسينوم عليها مثلا هيبات ديسكشن صح ينفع تعمل هيبات ديسكشن في تشايلد دي او تشايلد سي لا هيبات ديسكشن عمليه كبيره صح ولا غلط يبقى لازم ولا بد تشايلد ايه تشايلد ايه صح ودي هتلاقي مكتوب عندك فيها هناك لما انا نزل الدوتال لسه ما خدتش الدوتال يبقى لازم لو السؤال جالك وجيت سؤال قبل كده مانجمنت اوف هيبات سيلا كارسينوم قبل ما تكتب المانجمنت لازم تكتب ايه يعني الموديل هيحدد المانجمنت هو ايه ولا بي ولا سي اعمل ليفر ترانسبلانتيشن ولا ريزكشن ولا موت العيان خلاص طب برضه نفس الكلام عندي لو جالك سؤال في الامتحان مانجمنت اوف توتال هايبر تنشن ابدا اجابتي بمين ها بالتشايلد هو كلاسيفيكيشن ده ما هياش قصه بروجنوزس ها يعني انتوا بتحفظوا بروجنوزس لا هي قصه ان هو هيحدد اللاين اوف تريتمنت طيب تعالى بقى نتكلم على تريتمنت اوف توتال هايبر تنشن ده حصه النهارده على بس انا كده هبدا في حصه النهارده هو انا جاي بس عشان الكتابتين عاكب ويلا انا مش باجي بس على الهوب جاي له يا سيد الحمد لله السلامة أولا ثانيا كوبايه الشاي عليك كم على سكر ولا وزود فيروسز ما هو مش كل عيان بوتر الهايبر تنشن هيجي لك بفيروسز يعني مش كده ولا لا؟ طيب ركز معايا وزود فيروسز ده على فكره ما بيجيش في امتحانات فعشان كده في الاخر هقول لك عناوين كده عنه وخلاص الكلمتين ده في كل عنوان مالوش لازمه خلينا وز فيروسز وز فيروسز ده يا طالع عيان جاي لك ببليدنج فيروسز ولا سايلنت فيروسز؟ البليدنج فيروسز يعني خرج حصل ابشر امال سايلنت يعني ديسكفر ذا اكسيدنت اللي انت بتعمل اندوسكوب لقيت الفيروس طيب بليدنج فيروس اللي طالع عين جاي لك ديورنج الاتاك يعني جاي لك في طوابع هيماتيمسيس ومنينا ولا ان بتوين الاتاك كلمه ان بتوين الاتاك يعني فول اوبزرفيشن يعني عيان حقن قبل كده وجاي لك بعد الحقن بشهر اثنين ثلاثه هتعمل له ايه؟ كل لاين او كل حاجه من دول لاين مختلف السؤال اللي جاي لك في الامتحان ايه بقى؟ مانجمنت اوف بليدنج فيروس هو ده السؤال تاني سؤال بيجي لك يقول لك ايه؟ مانجمنت اوف بليدنج فيرسز هتكتب النور يا جماعه هتكتب ده ابوس ايدك انت بتتصدر وتنسى ده يعني تنسى الفول اوبزرفيشن كلكم بتكتبوا ده وتنسى ده فكلمه مانجمنت اوف بليدنج المقصود بيها ديورنج الاتاك وان بتوين الاتاك خلاص؟ لو جالك سؤال تعالى نجاوب السؤال يا جماعه مانجمنت اهو سؤال اهو واكتب ده الكلام ده ورايا مانجمنت اوف بليدنج فيرسز
السؤال ده هجاوبه ازاي؟ طبعا على طول كلكم هتكونوا كاتبين كاين كان بيكشا وين بيكشا جدا صح؟ تبقى قابلني لا مؤاخذه تقف على الارض اذا جاوبت السؤال. جاوب كده شوف كم صفحه عندك؟ احنا من الاول كاين كابريكش كاين كابريكشا وانفستيجيشن وتريتمنت اللي هي اصلا بلوه مسيحه. طبعا غلط. اصلا حتى لو عندك ورقه غلط لان انا قلت له قبل كده عينات امرجنسي لو جالك سؤال مانجمنت المفروض ابدا بايه؟ ريسوسيتيشن. اكتب الدايجرام ده عندي سيادتك انا هعمل كده اهو حتى لو هتكتب في الامتحان ريسوسيتيشن measures to prevent encephalopathy. سهل. اندوسكوبي. يا جماعة الاندوسكوب هو الفيرست لاين اوف تريتمنت وليس سانجستيك. الاندوسكوب از ذا فيرست لاين. كلكم خارجين من بطن وتحلل السانجستيك هي الفيرست. لا. لو قاعد في مستشفى كف العضلة المركزي ركب سانجستيك اللي هي اصلا مش موجودة في كف العضلة المركزي. يعني الزكاه شغل مش موجوده في الجامعه، لا موجوده في كف العقل. السنجستيك مش موجوده اصلا في الجامعه. طيب اندوسكوب زائد دراكس تو ديكريز البوركال بريشر. يا جماعه الادويه دي ما بتتاكلش لوحدها، يعني انا بعمل اندوسكوب زي البازو بريس مثلا. خلاص؟ طيب لو الاندوسكوب فيلد وهقول لك يعني ايه فيلد، انت تقول على اندوسكوب فيلد. يعني حقن تمرر عن نزل ترجع تحينه تاني؟ خلاص وهقول الكلام ده في الاندوسكوب. طب فين ده الاندوسكوب؟ غصب عنك هتركب بقى ساعتها سانجستيكن. سانجستيكن. طيب سانجستيكن فين؟ وهقول لك امتى تبقى فين؟ ذا لاست لاين اوف تريتمنت سيرجري از ذا لاست لاين. طب السيرجري بتاعك اكوردنج لايه؟ اهو according للتشايلد هو تشايلد A ولا B ولا C. هنا بقى تكتب للتشايلد هو لو في وقت تكتب لي للتشايلد هو هنا اهو خلاص مكانها هنا. طيب التشايلد A هو يا جماعه التشايلد A زي ما اتفقنا صحته بومب صح؟ طيب صحته بومب يعني سحب عليها كبيره، عليها كبيره دي بنسميها شنط اوبريشن اللي هو ديفينيتيف تريتمنت. يعني انت بتعمل زي ما هنشرح الشنطات النهارده بالتفصيل، انت بتعمل حاجه تقلل التوتال بريشر. فانت لما تقلل التوتال بريشر هيختفي البريشر صح؟ طيب التشايلد بي لا حاجه كده مايعه صح؟ ده هنعمل له حاجه اسمها سيمتوماتيك تريتمنت. سيمتوماتيك يعني ايه؟ هتسيب التوتال بريشر عالي زي ما هو. مش هو عنده توتال هايبرتنشن؟ سيبه زي ما هو، مش هاجي ناحيته. امال مشكلته مش في الهيماتيبسس؟ تعال اعمل له حاجه اسمها دي فاسكولاريزيشن. كلمة دي فاسكولاريزيشن يعني لخبط الفيزكس اللي رايحة تغذيني الحتة دي. طب سؤال العام ده أنا عرفت البوتر هيبرتكشن؟ لا يعني عنده لسه كاوت ميدوزا عنده ريكتال فيرسس عنده حاجات تانية أنا بس صلحته المشكلة اللي هتموته اللي هي الهيماتيمسيس والمنين بس عشان كده قلت لك هو تشايلد بي. تشايلد بي سيمتوماتيك تريتمنت وقف النزيف. طب تشايلد سي بوسة وجنب الحيط حاجة اسمها تبس وهشرح لك يعني ايه تبس كمان شويه. هي دي البوسه بتاعتهم بوسه وجنب الحيط عادة ميت. بعد ما تخلص ده اكتب كده لا تنسى الفول اب. الفول اب اللي هي مكتوب عندك تحت عنوان اسمه ايه؟ ان بتوين ايه؟ اداني كده الدايجرام بتاعك وهو الدايجرام ده هو اساس التريتمنت بتاعك. مين سستيشن زائد ميجرز تو بريفنت انتكالوس. The first line endoscopy plus drugs that decrease portal pressure. Fail sanguistic. Fail surgery. Surgery according to child A ولا B ولا C. A شرح. B vascularization. C tips. تبدا تشرح لكل واحد. ابدا الترجمة ده تكتبه في الامتحان. وابدا اشرح كل واحد كلمتين. طيب resuscitation مش هكتبها او مش هقولها لان انا قلتها في مين؟ في البريدنج كريبتيك ألسر. هي هي. خلاص؟ طيب هكتبها من هناك. طب تعالى على الريجرز والبنتر انكفالوز. نكتبها بس كده اهو. خلاص ده كده مالو اتكلمنا قبل كده. ميجرز تو بريفنت انكفالوز. خدتوها في البطن صح؟ وخدت دوزز وميكانيزم صح؟ عندي عناوين. عناوين بحته. 1 2 3 4 5 ولا تكتب لي ده ميكانيزم ولا دوزز ولا بوكس ده. انا مش في بطن انا في البحر يا جماعه. مشكلتكم خطا شائع بتقعد في الامتحان. بتلاقيك تشرح لي ده بالتفصيل. وده بالتفصيل وده بالتفصيل معرفش ايه وايه. اول ما توصل للسيرجري اوب بتاخد نص ساعه من الوقت.
ايه اللي ادعنا ايه؟ اعدمك. احنا جراحين يا ابني، احنا ايه؟ جراحين. يعني يوم ما هديك الدرجه هديك الدرجه على مين؟ على ده. على السيرش لو ده اللي عايزه بالتفصيل، يبقى لو سمحت اختصر في ده وتفصل لي ده. خلاص وما ينفعش تكتب ده في الاول، ما يجيش واحد يقول لك خلاص اكتب ده في الاول ده، واحد سيرجري غلط هتنقص، لان السيرجري از ذا لونج لاين مش ذا فيرست لاين. خلاص؟ يبقى حاول تختصر من الاول. ميجر تو بريفنت انكفلوبسي اللي هي ايه؟ انا كاتب لك دايجرام لذيذ قوي هيفهمك الانكفلوبسي. هو يا جماعه الانكفلوبسي سببه ايه؟ مش ان عندك امونيا؟ سوري، عندك بروتين الاول جي اي تي صح؟ بروتين في الجي اي تي بيشتغل عليه بكتيريا، البكتيريا دي هتطلع لي ايه؟ هتطلع لي امونيا صح؟ الامونيا دي هتوصل لستيل نيلز تعمل انكفلوبس، هتعدي لك الليبر، تعمل باي باس للليبر مش كده؟ يعني بروتين هتشتغل عليه بكتيريا هتطلع امونيا هتوصل لستيل نيلز. كلمه بريفنشن انت عايز تطلع السكه ده، ده معنى كلمه بريفنشن، يعني تمنع ان الامونيا توصل لستيل نيلز. طيب هتمنعها ازاي؟ اشتغل بص على ده وعلى ده وعلى ده. هتشتغل على البروتين اه، هتقلل البروتين في الدايت خلاص، سيادتك هتزود الكربوهيدرات قصاده لانك محتاج تغذيه، وهتزود البوتاسيوم انتيك لان من ضمن الديسبوزنج فاكتور الهايبوكاليب. طيب في سورس ثاني للبروتين اه البلاد، البلاد اللي في قلب الجي اي تي تراكت، ما في بروتين بيمتص فيقول لك لازم تتخلص من البلاد اللي في الجي اي تي عن طريق حاجه من فوق وحاجه من تحت، حاجه من فوق انك تراكت دايت وحاجه من تحت انك تعمل ايه؟ انيمال. خلاص يبقى انت كده تعاملت مع البروتين، تعامل مع البكتيريا بحاجتين، هتدي نيومايسين ولاكتيولوز اعدمك لا عايز تدوس ولا ميكانيزم ولا اي حاجه من الحاجات دي. طيب هتتعامل مع الامونيا بحاجتين، هتدي جلوتاميك اسيد هيتحد مع الامونيا يعمل جلوتاميك السكه اللي انتوا عارفينها، وحاجه اسمها ارجينين سوربيتون طبعا هتدي يا ده يا ده ما تديش الاثنين مع بعض. خد بالك انت ده بتعمله ده بتدي واحد منهم وده بتدي واحد منهم، هنا بتدي يا اما اليومايسين للكلوز وهنا بتدي يا اما جلوتاميك اسيد يا اما ارجينيس وبيتو، بتدي الثلاثة ليفل دول مع بعض، تشتغل عليهم مع بعض، انت في الامتحان بتكتب كده، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة كده تحت بعض، مفيش أي دوز مش أي ميكانيزم. طيب خلصنا من ده خلاص. ها بعد كده تعالى على اندوسكوب ودراجز تجهيز البوتال بريشر، هبدأ بدراجز تجهيز البوتال بريشر، عناوين لا دوزس ولا ميكانيزم ولا أي حاجة من الحاجات دي، ها إيه هي الأدوية يا جماعة؟ في حاجه اسمها الفازوبريسن، في جلايبريسن، في سوماتوستاتين، وفي ايه حاجه اسمها الاوبتيوتايد. فاكرين الحاجات دي على مين طبعا؟ اي ميكانيزمات. طيب شوف تعالى على الاندوسكوب، كلمتين تحت الاندوسكوب، انت دخلت بالمنظار وشخصت وهتعالج في ساعتها هتعمل ايه؟ حاجه من اثنين، اما انك تعمل انجكشن انجكشن او فنتلايجيشن صح ولا غلط؟ في الغالب قالوا لكم ان الفنتلايجيشن ده ان بتوين اتاك، ما ينفعش في بليدنج فيروسز تعمل فنتلايجيشن ما بتشوفش انت اصلا البيت، فانت في الغالب ديورنج اتاك انت بتعمل ايه؟ انجكشن. طيب هتحقن فين؟ طبعا ايه المواد اللي بحقنها الاول؟ نفس المواد اللي انا حقنتها قبل كده فين؟ في الفايروس. ما احنا اتفقنا الانجكشن سكليروسال في ثلاث اماكن عندك في منهجك، انا ده رقم اثنين، انا خدت البايتس والسوفجيال فيرسز لسه في مكان في الباسكلو اللي هو الفيروس. طيب هنا الانجكشن نفس المواد يا جماعه اللي هو الميثانولامين والييت سوديوم هيدروكسيد سايد سوكيت، بتحقن ايه يا جماعه؟ جوه البين ولا بره البين؟ جوه ولا بره؟ طب افتكر البواسير في البايت بتبحن جوه ولا بره؟ بره. كونتايد اكيد انا بحن جوه ده هناك. طب ليه؟ لان لو حقنت جوه هيحصل ايه؟ ثرومبوسس، والثرومبوس بقى انفكتد باير انفكتد امبولاي، وانفكتد امبولاي تروح على الليفر تعمل لي بوتا بايميا لو تفتكر. يبقى هناك كنت غصب عني بحقن بره وكنت انديكيتد جوه، هنا اقدر احقن جوه وبره، جوه او بره. جوه ده بينج اتاك وبره ان بتوين الاتاك، جوه عشان اعمل ثرومبوسس واوقف البليدنج، بره عشان اعمل ادهيجنز واقفل البين خالص. يبقى احقن جوه وبره. طب بالمره كده بقى بالمره يعني، طب الفايروس بين تحقن جوه ولا بره؟ انا ما خدتهاش، تحقن جوه وكنت اللي كده بره. شفتوا الثلاث حاجات؟ حتى لو تعمل جدول مقارنه كده صغير حتى في الجنب قصاد الصفحه كده، بص اكتبها كده اهو مؤقتا وهفسرها لك هنا. انت في ابدا بالفايروس، في الفايروس تحقن ايه؟ جوه وبره. طيب في الفايروس
هتفتح ايه بره والكونترا انديكيتد جوه صح في الفاريكوس فين العكس بحقن جوه وكونترا انديكيتد بره سبحان الله مع ان الثلاثه انجكشن اكسبيوسر والثلاثه نفس المواد بس كل واحده ليها تفسير شكل انا فسرت الباي وقلت لك ليه كونترا انديكيتد جوه صح والفيرسز مفيش مش فارقه احقن جوه او بره لما تاخد الفاريكوس فين اقول لك تفيده هناك مش دلوقتي بص يا جماعه طيب ده حطها كده منقطر ان شاء الله هناك يبقى دي كده منقطر عن الثلاثه لما تبدا السيرفيس طب جميل يبقى انت يا جماعه حقنت جوه بره جوه دي رينج الاتاك بره ام 2 الاتاك خلاص طيب انت بتحكي بتخرج العام على طول ولا بتسيبه تحت الملاحظه اكيد بتحط اندر اوبزرفيشن صح على الاقل 22 بتاع 24 ساعه ممكن تقعد طب اسالك سؤال لو العام خرج تاني نزل تاني ينفع تحكيه تاني يعني في خلال 24 ساعة بتوعك في العام نزل تنفع تدخله تحليله تاني؟ انفع طب دخلته وحقن واستفيد 24 ساعة تاني ايه؟ العام نزل تاني تنفع تحقن؟ سوري كلمة فيلد اندوسكوبي يعني فيلد مرتين أخطر من مرتين ده خلاص انتهى ما ينفعش تحقن تالت يبقى الماكسيم بتاعك قد ايه؟ 2 بايتس مكتوبة عندك ويزن 6 اور لا احنا مشينا ويزن 24 اور خلاص يبقى انت قول على الاندوسكوب فين لو بحقن مرتين وزن 24 ايه اه طيب جميل طبعا ايه الكومبليكيشن بتاع الانجكشن ممكن عندك يجي لك ديستريكشن بوفريشن ريكرنس او بليدنج يعني ده مشاكل الاندوسكوب شكرا ادي الاندوسكوب اهو خدت انت الاندوسكوب ده في البحر تعال على السنجستيك فاكرين السنجستيك اللي بغض كلام عقيم برضه بطنه الانبوبه دي بتركوها 100 مره في البطنه واحنا برضه عندنا في الراحه يلا يا اولاد السنجستيكن عباره عن ايه؟ بالونتين وثلاث انابيب صح؟ الثلاث انابيب دول ها؟ واحدة لمين؟ واحدة كراي والتانية للجاستري البالون والتالتة للأسوفجية البالون السؤال الشهير طب تفرق ما بين التلاتة ازاي؟ يعني ايه ازاي تعرف ان دي رايل ودي أسوفجية البالون ودي جاستري البالون سؤال اهبل واجابته اهبل منه مكتوب عليها يا بيه مكتوب يعني ما هياش الوان اصل في طلبه يقول لك الوان لا مش الوان هي مكتوب عليها من غير الكتابه ما تعرفش من غير الكتابه ما تعرفش طيب قول لي التكنيك بتاع السنجستيك ها قول لي بقى التكنيك يلا حد يقول لي التكنيك وعلى فكره عندنا السؤال ده عادي جدا اللي هو يقول لك التكنيك يقول لك ازاي بتتكلم ولايت ازاي بتتكلم ها قول يلا قول يلا عشان اقول لكم الهيبه بتاعتي سيبنا هيبين لو رايحين هيبين هيبوا هيبوا بجد قول يلا ايه ده؟ هو انت انا بقول لك اتفضلي اكتبيها وليها تكتبيها ازاي على عيال؟ اه من الاول ادخليها يعني على ادخليها خلاص ايه ده؟ خش من النوم جميل اول حاجه الدكتور هيقول لك اول حاجه تعملها ايه؟ تلبس بول ايش تلبس؟ اشتم تسر صح؟ طبعا انت عمال تقول ومهما تقول والدكتور يقول لك لا في حاجه مهمه انت ما عملتهاش، في حاجه مهمه انت ما عملتهاش. طيب يا هيك يا ابن الهيك لبسنا الجوانتي وبعدين؟ خلاص بقى لدم بدات بالجوانتي بلاش نطلع بالتفصيل. ده احنا بدانا بالجوانتي. العام بينام ازاي؟ بينام فلات صح؟ تنفع فلات صغير وقاعد قاعد ما ينفعش. لازم تنام عام فلات. طيب البوزيشن بتاع الراس ازاي؟ احيانا بشرب بطنه دهن العيان على صدره دهن العيان على صدره كده ليه؟ عشان اقفل الاير واي بعمل كده بقفل الاير واي فانت يا استاذ سواء ماي سواء سانجستيك لازم ولا بد عم بينام في الاخر دهن العيان على صدره كده وبعدين طبعا هتلبس الجوانت هتجيب الجلي ها؟ الجلي جيل يعني وسنتك تعمل لوبيكيشن للنوز تمام وبعد كده تبدا تدخل وانت بتدخل تقول يعني ابلع ليه خلاص طبعا مش هتعرف تبلع ليه ليه ناشف
اجيب له قطنه مبلوله بميه قطنه مبلوله بميه واحطها فوق كله مصها اقول له ايه مصها خلاص انت لو رحت الطلاق هتلاقي الحاجات دي بتتعمل فعلا هتجيب قطنه مبلوله بميه واحطها فوق العيال اقول له مص ده لو العيال يعني ايه ما بيعرفش يبلع عليك يروح يبلع عليك وخلاص تمام وبدخل واقول له ابلع ابلع معايا اول ما تحسها صغيرك ابلع طيب بلع 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 اقف مني وصلت الاستومك اسئله بقى المعروفه تعرف مني وصلت الاستومك ها تحدين ان انا احن هوا واسمع بالسماعه او اسحب ايه جاستريك سيكريشن جميل لحد دلوقتي لحد دلوقتي لايف زي سانديستيك في التكنيك اللي انا قلته ده طيب ركبت اهو عندك بنيتين هتبقى تخدمي الاول ها فوق الجسم ماشي الفخه قد ايه يا ابني؟ ها 250 سي سي صلاين ولا هواء؟ هواء ولا ميه؟ طيب انا معاك ماشي حقنتها ميه 250 سي سي وبعدين؟ صح يا بتنسى الكلمه دي اصدر رجلي في الترابيزه يا بيه اصدر رجلي في الترابيزه كده اهو وامسك دهي جامد بعزم ما فيا وشد جامد بعزم ما فيه خلاص شد جامد قوي ليه؟ انا بعمل الحركه دي ليه؟ البالونه منفوخة على الاخر اهي صح؟ فلما اشدها هتطلع لفوق هتتغطى على المنطقه دي اهي لما تغطى على المنطقه دي هتتغطى على الليفت جاستريك فين والشورت جاستريك فينز الله ينور قفلت الاثنين دول طب تعالى كده هي الاسوفيشيال فيرسز فيرسز ما بين مين ومين؟ بورتو سيستم طب انا دلوقتي قفلت مين؟ البورتر انا عملت حاجه اسمها بورتو سيستميك ديسبوزيشن فهمت فايدة انك تصدر رجلك في الترابيزة وتشد جامد؟ على فكرة على فكرة ايه دي اللي تقف دي؟ مش الاسوفيجية البالون، احنا اصلا ما عرفناش بننفخ الاسوفيجية البالون زي ما هقول لك دلوقتي. يعني كفاية عليا قوي مين؟ الجاستريك بالون، يبقى انت سيادتك بتصدر رجلك في الترابيزة وتشد جامد وتثبتها هنا في النص. في بلس. طب وبعدين تعمل ايه بقى؟ تنفخ مين؟ الاسوفيجية البالون، هتنفخها بقد ايه؟ ها؟ هتنفخها بقد ايه؟ هي مكتوب عندك من 40 ل 60 احفظها 50 عشان تبقى دي 250 ودي ايه؟ ودي 50 50 ايه؟ ميه ولا هواء؟ هواء ولا ميه؟ غصب عنك هواء ليه؟ لو حطيت ميه ايه اللي هيحصل؟ هتبشر؟ لا والعمل لو حطيته ايه اللي هيحصل؟ الله ينور عليك ركز بقى معايا كده لان كلكم بتجاوبوا السؤال ده غلط بص ركز معايا دي على فكره احنا ميه او هواء مش كده امال دي غصب عنك هواء انت على ميه ليه كلكم بتجاوبوا يقول لك اصل عشان اقلل الكومبريشن يا طب ايه دخلها بالكومبريشن حقنت ميه حقنت هواء هو البريشر هيفضل هيبقى هيوصل لنفس البريشر ملهاش دعوه بالبريشر على فكره امال ايه يا استاذ لو انا حنطها ميه ماشي خلاص مش اي بالونه في الدنيا وارد ان هي تبشر وارد دي لو ابشرت وجواها ميه الميه دي هتنزل لتحت لا لان دي مقفوله صح الميه دي هيحصل لها ايه؟ اسبيريشن نمونيا والعيال هيموت من اسبيريشن يبقى يا استاذ عشان لما او لو حصل لها ابشر ما يحصلش اسبيريشن نمونيا يبقى ده ليه انا بحقنها هواء غصب عني ما ينفعش ميه طيب حقنتها هواء اهو يبقى العيال ركز معايا ده محقون ميه وده محقون ايه؟ هواء، ده لو حقنته هواء مفيش مشكلة على فكرة. تمام؟ وبعدين خرج العيال. وأقول للحكيمة، أجيب الحكيمة كده أهو وأشد ودانها كده أهو. أقول لها تعالى. بص شايفة دي؟ الأستاذية البالون، لازم ولا بد تفسيها كل ثلاث ساعات. تفسيها كل ايه؟ ثلاث ساعات، تسيبها 10 دقايق من نفس السجن وتنفخها تاني. ما ينفعش أسيبها منفوخة طول الوقت، طول اليوم. ليه؟ هتعمل لي بريشر ميكوز على الاوسوبيكس وساعات هيجي لي مبشر اوسوبيكس او بستريكشر بعد ما اشيل السبستيك يبقى لازم اقول للحكيمه تعمل ايه؟ انترميدنت يعني كل ثلاث ساعات خطيها وسيبها شويه ريح الاوسوبيكس ونفخها تاني. طيب ده لمده قد ايه الكلام ده؟ لمده 24 ساعه كاملين يعني العيال بيقعد 24 ساعه في البالونين دول منفوخين. طب بعد اول 24 ساعه بعمل ايه؟ اقول للحكيمه اه دي ما عادش لها لازمه خلاص فض دي فس دي وسيب الايه؟ لو الجرس البالون زي ما هي منفوخه منفوخه لمده قد ايه تانيين؟ 24 ساعه تانيين خلاص؟ طيب وبعدين هفسي دي طب فسيت دي اشيلها؟ لا بتقطع ايدك سيب زي ما هي لمده 24 ساعه كمان الله ليه؟ مش ممكن عندها يحصل له ايه بليدنج تاني؟ اركبها له تاني؟ لا
ليه ده اخوه زي الزفت انت شفته حجمها قد ايه؟ يبقى لو لا قدر الله حصل بليدنج تاني في خلال 24 ساعه الاثنين دول اعمل ايه؟ انفخ ودخل العمليات بسرعه. خلاص ده اسمه فيلد سانك ستيكر. يبقى تاني انا اول 24 ساعه البالونتين منفوخين. خلاص؟ بعد كده افضي واحده اهي. تاني 24 ساعه افضي الثانيه واسيبها في مكانها، احطه اندر اوبزرفيشن عندي بس كده لمده ايه؟ ثالث يوم او 24 ساعه كمان. خلاص؟ والله لقيت الهرمون ستيبل، شكرا، شيل السم ستيكر وروحه. روحه وهات بقى الدكتور الاب بتاع العيال اللي هو ان بتوين الاتاك. خلاص كده؟ طب حصل بليدنج ده اسمه فيلد سم ستيكر. انفخ وجاري على العمليات. خلص الموضوع. عرفت بقى ازاي السم ستيكر؟ وعرفت البريكوشنز بتاعتها؟ طبعا انا قلت ده كله لا يكتب في نظري، لو مكتوب عندك تحت هنا اسمه تكنيك. ده شفوي فقط. خلاص؟ ده لا يكتب في نظري. امال يكتب في نظري ايه؟ ايه يعني الكومبليكيشن بتاع السم ستيكر؟ طب هل بيتكلم يا قلت؟ اول حاجه discomfort observation يا جماعه والله مقرفه. يعني العيال ممكن يضرب بالجزء وعنده حق. خلاص فعلا تشكيل حجمها قد ايه؟ تخيل دي بتخش من مناخير عيال. يعني طيب ادي اول واحده discomfort. ايه تاني؟ رقم اثنين اسبيريشن نمونيا. على فكره ده الاسبيريشن بقى اتضح ان هو مش بيحصل بسبب انك حقنت ميه او هواء كمان. لا انت بزيادتك حقن اهو ومش عندك فيه صلايبه. سلايد ولا ايه؟ السلايد ده هتتركب فين؟ فوق البالونه دي صح؟ عنها هيجي له اسبيريشن. يبقى الهدف الثاني من الانترميتنت انك تبتدي انك تمنع الاسبيريشن. عشان كده يا جماعه بالارض المشاكل كلها بتيجي من البالونه ده. يعني ايه؟ يعني الاستريكشن، شوف الاستريكشن البوفريشن اوسوبيس كل المشاكل دي بتيجي منين؟ في الاستريكشن البالون. عشان كده طلعوا لي انبوبه قال لك ايه عن ابو دي بالونه. خلص مالهاش لازمه. اللي هي يا جماعه حاجه اسمها ايه؟ ها؟ لما شالوا البالونه حاجه اسمها لينتون نيكولاس تيوب. لينتون نيكولاس تيوب قال لك بلاش لازم نسوشيال بالون. على فكره احنا ما عندناش في مصر لينتون تيوب. امال احنا عندنا ايه؟ عندنا سانجستيكن بس بنشيل الايه؟ ما بنحقنش اصلا نسوشيال بالون خالص. انا قلت لكم ما عندناش نحقن. تمام؟ قاموا عشان قال لك طب سيبها في مكانها وزود اليوم الرابع عشان تسحب الايه؟ السلايد دي بيسموها ميوسيتا تيوب. الله وهو ده اول عنوان عندك اللي هو ايه؟ تايبس اوف تيوبس. السانجستيكن ده الاساس دي اللي موجوده في مصر. عندي اثنين تيوب تانيين لينتون نيكولاس ومينوسيتا. لينتون نيكولاس شال البالونه مينوسيتا زود ايه؟ اليوم الواضح. احنا عندنا سانجستيكن. ما هو يا سيدتي الفاضله احنا قلنا سبب البريشر العالي جاي منين؟ هرجعوا لك تاني البريشر العالي جاي منين؟ طيب جميل جاي من تحت جاي من الليفت جاسترين ومن الشورت جاسترين. انا لما قفلت دول ايوه مش ده بورتو سيستم. بورتو سيستم البورتا لما كان عالي اما احط ده للازق اتفتح على الازق. طب انا قفلت له ده خلص الموضوع خلص المشكله يا جماعه. ما عادش لها لازمه ان انا انفق الاسوجيه بالون. احنا بنركب سانجستيك العاديه هي دي الموضوع ده هو ما يحقنش الايه؟ الاسوجيه بالون. كده معاك حق. طيب معاك حق. هو ده ممكن يحصل اسبريش ما فيش حاجه. ممكن يحصل اسبريش خلاص. بس اللي انا قصدي عليه ان انا منعت البوفيشن منعت الرابشر حاجات كتير منعتها خلاص. طيب يبقى ايه كومبليكيشن؟ ديسكمفورت اسبيريشن نمونيا استريكشر بوفيشن في بليدنج تاني يحصل بليدنج تاني خلاص. اللي هيتكتب في الامتحان رقم واحد اول عنوان اللي هي التيوب. فعلى فكره ده بيجي لك فراغ بيجي لك انبوب السمستيك ويقول لك اثر فغايه السوسيس تيوب. طب بيجي كده اثر فغايه عشان تكتب له اللي فيه منوسيت اوكي لينتو نيكولاس تيوب. خلاص ما تكتبش تكنيك تكتب كومبليكيشن خلاص. تكتب امتى تقول فين بس ما تكتبليش ايه تكنيك. طيب ده في السمستيك. فهمنا احنا السمستيك شكرا. اتبقى لي مين يا جماعه؟ خلاص فين دي سانك ستيكن؟ سيرجري. اتفقنا سيرجري اكوردنج تشيلد ايه ولا بي ولا سي. انا هاخدها ركز معايا من تحت لفوق. هبدا بالسي الاول. السي انا بعمل حاجه اسمها تيبس. خلينا متفقين الاول. شايد سي ده عيان ميت ميت. كلام واضح. عنده ميت ميت. اصل خد بالك الشايد سي ده اسطوره يعني كام؟ يعني 10 متطلع صح؟ لا يعني 10 متطلع يعني عندك في الغالب عنده تبس اسايتس عنده الكتالوجا سي ما اعرفش بالروبن بتاعه في السماء الله يعني عنده ضايع.
العيان ايه؟ ضايع. طيب هذا العيان الضايع الحل الوحيد له ايه؟ ليفر ترانسبلانتيشن ما نوع عليه. الحل الوحيد لهذا المريض ليفر ترانسبلانتيشن صح؟ طيب العيان ده جاي لك بهيماتيمسيس ومنينا وعايز تزرع له، هو الزرع ده بالسهل كده يعني عندما بيخش لي النهارده يلا 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 ادخلك ازرع لك النهارده ما هياش تقاوي امام بطن عيان تنفذ صح؟ العيان ده محتاج متبرع ومحتاج انفستيجيشن وهو يعني العيان ده عشان احضره للزرع زي ما بتشوف الجهاز الهضم عندنا العيان ده بيقعدوا على الاقل شهر اثنين بيتحضر. طب شهر اثنين في هيماتيمسيس ومنينا؟ مش هيكون مات اصلا، عنده في يومين ثلاثه هيكون مات صح؟ طيب الهدف من التبس عشان تبقى عارف الهدف من التبس اللي انا مش فاهم عليها لحد دلوقتي ان انا بحضره للزرع. اللي عنده اهو لو ملوش زرع ملوش تبس. سيبه يموت. ايه فكره التبس بقى؟ التبس دي اختصار حاجه اسمها ترانس جاجلر انترا هيباتيك بوتو سيستميك شط. لا حول ولا قوه الا بالله. انسى العنوان يعني اول عنوان هذا الليفر مش ده الاي بي سي يا جماعه اللي هو داخل فيه الهيباتيك فينس مش كده؟ طيب وعندك هنا بولتر فين صح ولا غلط؟ طيب هات قسطره زي القسطره بتاعت الكورنيك كاستلايزيشن بس ابره طويله كده حاجه اسمها السلنجر دي. بدخل القسطره دي منين؟ ها اسم العنوان ايه؟ ترانس جاجلر. بدخلها من الجاجلر فين؟ بدككها من الجاجلر فين؟ طيب الجاجلر دوت جاكلر للسبكريبيان بين السبكريبيان بين سلوك من الكيفة للهارت للإنفيو من الكيفة الحمد لله على السلامة. يعني انت بتدخل القسطرة عشان توصل لمين؟ ها؟ للإنفيو من الكيفة الاي بي سي. كل ده اندر سكرين على شاشة وعلى فكرة بنعمل ببنج موضعي ببنج موضعي مش بجنرال انستيزيا ده عيلة شايل سي ما ينفعش ياخد جنرال. دخلت القسطرة هنا وبعدين اخش في قلب الهيباتيك فينس وبعدين اول ما القسطرة دي هتوصل لليفر ايه اللي هيحصل للقسطرة؟ هتقف صح؟ انت دخلت قلب الليفر هتسيبها واقفه؟ لا هو جاي يعمل كده في مسطره اقعد ايه؟ حاجه اسمها روتيشن كاستر اقعد الفها الفها الله تقعد تنخبط في قلب الليفر تنخبط يعني تخش في قلب الليفر تخش 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 لحد ما توصل لمين؟ للدكتور فين الناحيه الثانيه. يبقى انت عديت من مين؟ ها؟ من الهيباتيك فين لمين؟ للبوتر فين. اول ما توصل للبوتر فين دكك عليها ستنت دكك عليها ايه؟ ستنت بس خلاص ركبت الستنت شيل القسطرة خلصت العملية. ركز معايا كده ترانس جاجلر انترا هيباتيك بورتو سيستميك شارت. ترانس جاجلر دخلت من الجاجلر انترا هيباتيك لان اشتغلت جوه الليفر صح؟ بورتو بورتال فين سيستميك مع الهيباتيك فينس دي سيستميك صح؟ شارت. فكرتك ايه يا عم الحاج لما انت ركبت لي الستنت دي؟ فكرتي ان الدم هيجي على البوردر يخش على الستنت يخش على السيستمك على طول. انت عملت ايه للليفر؟ باي باس للليفر. الضغط هنا اخباره ايه؟ ده انتقل لي تماما صح؟ ده انت عديت الاوبستراكشن تمام كده ولا لا؟ طيب العيان ده هيموت من حاجتين، هيموت على الترابيزه من بليدنج. انت بتنخور في ليفر شايل بي سي عنده بليدنج تندس لو ما ماتش من بليدنج انت اوبرتيف هيموت بوست اوبرتيف من انكيفالوبسي. انكيفالوبسي 100% ليه؟ سيادتك انت خدت كل الامونيا وقلت لها اتفضلي على السيستميك سيركيوليشن. اذا كان الليفر ده اهو هو متضايق ب 60 نيله بس بيعمل دي اكتيفيشن 20% من الامونيا فانت خدت برضه 20% دول وديتهم فين؟ السيستميك سيركيوليشن صح؟ يبقى عندها اما اذا ماتش من بليدنج هيموت من ايه؟ من انكيفالوبسي. عشان كده هل التبس تنفع علاج؟ التبس ليست علاج. التبس ما هي؟ هرجع تاني اقول ايه؟ تمبوري ستيج فور ليفر ترانسبلانتيشن. امال لو عندي مش ليفر ترانسبلانتيشن وايه ليفر ترانسبلانتيشن خلال اسبوع؟ لان بعد اسبوع ده هيخش في الكروس. لو عندي مش ليفر ترانسبلانتيشن سيبه يموت. ليت هيم تو داي بليز. لان التبس اصلا انك تموت. صح ولا غلط؟ يبقى ده التبس. خلاص؟ حاجه ماي هول. فاهم التبس؟ طيب ادي اول مره شكرا. تعالى على مين بقى؟ على تشايلد بي. اتفقنا يا جماعه شايد بي ده عيان نص 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 هتعمل له حاجه نص نص هتعمل له ايه؟ سيمتوماتيك تريتمنت. سيب البريشر عالي في الليفر زي ما هو مش هاجي ناحيته مش هاجي ناحيه البوندر فين يا جماعه؟ لا هسيب البريشر عالي هنا في السما. امال مشكله العيان ده ايه؟ مش هوبشر فيرسس بليدنج يعني من هنا من الفينس اللي هنا. تعالى اعمل حاجه اسمها دي فاسكولاريزيشن. كلمه دي فاسكولاريزيشن يعني ربط الفينس اللي رايحه تغذي المنطقه دي بس
البريدنج وقف، وقف البريدنج خلص الموضوع. طب البريشر ده لسه عالي ولا لسه عالي؟ عنده كابل ميدوسا، عنده ليتر بيرز، عنده اللي عنده ده. انا مجرد ان انا وقفت له الايه في البريد، عمليه ما بتاخدش اكتر من ساعه زمن، ساعه ونص بالكتير. هو ده دي فاسكولايزيشن اوبريشن. عندك حوالي حوالي 12 عمليه دي فاسكولايزيشن. خلاص مكتوب عندك اعتقد في المذكره دي اسمع دايما مش كده؟ شويه اسماء علامات ايه بقى يعني نعم يعني عارف مهدية. طيب طبعا عشان ما ترجعش عليا عشان لسه يعني اول يوم او اليوم الاخير او قبل رمضان يوم، اول ثلاثة شهور لا تنطقهم بشفوي ولا فورمال. دي عمليات اوكسيديف نيرف. مش اوكسيديف اصلا، دي اصلا على فكره بالمناسبه دي فاصلش كلها اوكسيديف. الثلاثه دول كانت ايام ابونا ادم، يعني واحده فيهم اول واحده اللي هي البون كامل والفويماكيل وال والميلين ووكر. الثلاثة دول كانوا بيتعاملوا سنة 1800 وحاجة، 1800 حاجة وثمانين، بتاعت أيام ما كانوا بيشتغلوا على الشمعة. كانش في كهربا تقريبا يا كابينة. أنت عارف كان في بيتهم إيه؟ كان في بيتهم بيقول لك أفتح العيال، أفتح الأوسوبيكس، أربط الفنس اللي جوه، أقفل الأوسوبيكس. بحمك فات يعني الإندوسكوب. فتحت الأوسوبيكس، ربطت البين من جوه، قفلت الأوسوبيكس. يا جماعة الكلام ده كان بيتعمل قبل ما الإندوسكوب يصرف. أنت ما عملتش حاجة. هو عادي افتحه وازاي زي جي اي تي تراك معاك. ما هو انا معاك ان هي عمليه سباقه، وانا قلت لك ان هي حلوه وزي الفل. هي عمليه هباب، هباب ان هي اصلا ريكارنس هيحصل لان انت سبت لي البنز اللي بتغرس بقى زي ما هي، غير انك فتحت الاوسوبيكس يعني انت زودت الانسس اوفيستولا صح. هم دول الثلاث عمليات الاولانيه من الاخر. عشان كده الثلاث دول اشطبهم ما تجيبش سيرتهم خالص. بص بقى هم ست عمليات بجد. لما الدكتور يسالك انواع الدي فاسكولايزيشن ايه، قول له هم سته، احفظهم اتنينات. احفظهم ايه؟ اتنينات. تعالى كده نحفظهم اتنينات مع بعض. دي حاجه اسمها نكتبه هنا، دي حاجه اسمها تانل اوبريشن، تانل وموديفايد تانل. تانل ايه؟ ها؟ وموديفايد تانل. اول اتنين، وعلى فكره تانل ده اللي كان بيعالج عبد الحليم، هو اللي موته. اه والله هو ده. طيب تانل موديفايد تانل، عندك اتنين تانيين مصريين. حساب اعتقد يعني كلكم تسمعوا عن حساب، وخيري تحس ان هو يعني اسمه يعني يدل على خيري. ماشي عندك اتنين يابانيين بس. اول ما تسمع يابانيين اتفقنا قبل كده اوعى ان في مصيبه حصلت، مصيبه علميه. حاجه اسمها سيجورا، سيجورا وياماموتو. ياماموتو هتموتو، هو فعلا هيموت. عندك ست عمليات، احفظهم كده، طلب وديفاير طلب، ابقى عبد الحليم، حساب وخيل مصريين، خلاص؟ وسيجورا ياماموتو يابانيين، طب نمسكهم واحدة واحدة، طلب، يا عم طلب أنت عملت إيه؟ بص بقى الراجل طلب عمل إيه؟ سيبك من المذكرة، سيبك من المذكرة، أنا هقولها بطريقة غير اللي عندك. طلب عمل إيه؟ قال لك بص يا سيدي، هو مش عندي بنز هنا؟ أنا مش هفتح الأسرة. البنز دي جايه من بره صح؟ قال لك انا هربط البنز اللي من بره. هتربط ايه يا عم الحاج؟ قال لك انا هعمل دي فاسكولاريزيشن اللي هو ايه الاوسوبيكس، يعني هربط كل البلاد سبلاي اللي من ورا اخر حته في الاوسوبيكس، اخر حته دي قدمت في الوجه. وقال لك تعالى اربط الليفت جاستريك بين والشورت جاستريك بينز. لحد كده اعتقد كلامه منطقي. ليه؟ هو الراجل البوطه هايبر تنشن يا جماعه الاوسوبيكسيه فايرس ما بين مين ومين؟ البوت السيستميك. فين البوت وفين السيستميك؟ ها الليفت جاستريك والشورت جاستريك والاسي بس. خلاص هو بيدي لك بنشات الايه؟ الاوسوبكس. فالراجل ربط البنشات دي وربط دول. لحد كده كلامه صح. بعد كده جه عمل حاجه غريبه قوي. قام جه راح قطع الاستمك ووصلها تاني. قطعها جاب مقص كده اهو تك 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 على الاستمك كلها انتي وسي وو. اه هتيجي بصوا كده اهو كده اهو كده اهو قطع كده اهو موصل يعني طب تاكل ده قطع الصبح ده معايا. لما طلب بدايته بدايه تجاوبه كان بيعمل لحد كده وصول كان بيحصل للخبز. ليه عمل حد اكتشف ان الليفت جاستريك بين ده اهو مش كان عنده ليفت ورايت جاستريك ببلوك ليفت جاسترو بيبلوك. اكتشف ان الاخ ده بيديني برضه هنا وهو ده سبب الرجل.
يعني بيخزي لي الجزء من الكارديا والجزء من اللور اند وسوسيتس وتسبب الكارديا. طب يا عم فانل ما ضبطوش ليه؟ لا خايف. هو الاستومك ليها كام بلاد سبلاي؟ تجسد بلود فين؟ ليه يا عم الحاج؟ قال لك هو الاستومك ليها كام بلاد سبلاي؟ خمسه. انت ربطت ده وربطت ده يبقى لك ثلاث اخف وقدام. تخش الكبد ايه؟ وخد بالك انا علقت بفينز مش بارت، انا بتكلم على فينز. ما برضه على فكره بالمناسبه ضبطت ارتري استومك تخش الجنجرين، ضبطت فينز استومك تخش الجنجرين. فلما اجي اخد ان شاء الله الباسكولا في حاجه اسمها فينس جنجرين، في حاجه اسمها ارتيريا جنجرين. يعني ما ينفعش تربط ده. طب تتخلص ازاي من الفينز اللي رايحه هنا تغذي هنا؟ عرفت بقى هو عمل ايه؟ طب ما قطع الاستومك ووصلها تاني. لما بيقطع ويوصل هو قطع الفينز اكيد صح مش كده؟ بس اللي اكتشفه ايه اللي بيحصل؟ لدم التسايب صح؟ لدم التسايب المين؟ بيديكل بيحصل نيو فاسكولاريزيشن، نيو فيزيز اتاك وبيحصل الكارديس. يبقى ده عيب تنر، اول ده زي التنر يا جماعه. يبقى نركز كده في الاول، تنر عمل ايه؟ ها؟ دي فاسكولاريزيشن اللور اند اوكسوسوبيتس، ربط الليفت جاستري، ربط الشورت جاستري، لحد كده متفق معاه، بس عامل حاجه غريبه ان هو قطع الاستومك ووصلها تاني، وانا فهمت ليه هو قطع الاستومك ووصلها تاني. اكتشف ان بعد العمليه ده بيحصل الكارديس. قال لك لا تعال اعمل موديفاي تانل. موديفاي تانل بص بقى. قال لك ماشي اعمل لحد كده، هي المشكله كلها في مين؟ في ابن الكلب ده صح؟ قال لك بص بدل ما تقطع وتوصل لا شيل حته. شيل حته من الاستومك ووصل تاني. كان فكره ها؟ كان فكره ايه؟ ان ده هيقلل لك نسبه النيو فاسكولاريزيشن. ان انا لما اشيل حته من الاستومك يبقى انا ايه قللت النسبه، بس برضه هي نفس الكلام يا عم موديفايد. على فكره برضه عشان النتيجه بتاعته تقول فكره العمليات بتاعت زمان هي تراي اند ايرور، يعني هو بيعمل عمليه ويشوف النتيجه بتاعتها، يعمل عمليه في بني ادمين ويشوف النتيجه بتاعتها يكتشف ويسميها باسمه الاول، بعد كده يكتشف ان هي فاشله فاللي بعده يجدد وهكذا. عشان كده تنر بقى في ريكارنس، جه عمل موديفايد تنر ما زودش حاجه صح؟ ربط ده زي ولبط ليفت جاستك وشورت جاستك اه عمل ايه؟ سليب. سليب يعني شال حته. بس زود كمان حاجه. على اساس يقلل الانسنس اوف نيو فاسكولاريزيشن. ادي كواليتي. هو كان متخيل ان انا لما اشيل حته همنع نيو فاسكولاريزيشن، كان متخيل كده. ما احنا زي ما اتفقنا ايه؟ سؤال اند ايرور. لا اكتشف ان هي زيها هي، قطعت زي شلت. بس الله عمل ايه؟ عمل سبريه. ليه يا عم شلت الاسبرين؟ قال لك لا 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 عشان حاجات كتيره، اول امنع الهايبر اسبرينيزم، اقلل الحمل شويه على البلطر بريشر، يعني فايده الاسبرينيكتوم هنا ايه؟ انا شايف ان هي ما زودتش كتير. يبقى موديفاي التنر عمل ايه؟ هي التنر بالظبط، بس في اختلافين. الاختلاف الاولاني شال حته من الاستومك، الاختلاف الثاني عمل ايه؟ الله ينور عليك. ما ينفعش ان انتوا بتقول انا قلت حاجه في البودل هايبر تنشن، عيان بودل هايبر تنشن كنت انت كده تعمل سبرينيكتومي. الو غن. الو غن. سبرينيكتومي الون كنت انت كده، امال سبرينيكتومي مع عرفت فيزنس؟ اه. ليه؟ انا قلتها قبل كده، قلت لكم سبرينيكتومي يا جماعه هيعلي لي البودل بريشر، هيعمل لي ابشر فيرس، طب انا حطيت الفيرس خلاص. يعني الفيرس صح يبقى اطلع اعمل ايه؟ سبرينيكتومي عارف، يبقى سبرينيكتومي الون غلط، امال سبرينيكتومي مع دي فاسكولاريزيشن صح. طيب يبقى ده تنر وموديفايد تنر. طبعا ما عادش بيتعملوا خالص، هما اللي انسنس اوف ترانس فيهم عادي سواء تنر او موديفايد تنر. دي مين بقى؟ حسان. اللي اعتقد تسمعوها لحد دلوقتي وما زلنا بتعملها لحد دلوقتي. برنس. الشعب المصري الجميل. طبعا الراجل حسان ده كان دخل عمليات كان في نيته انه يعمل موديفايد تنر تماما، يعني نيته خالصه لوجه الله ان هو يعمل مونتايتر. بص يا استاذ حساب عمل ايه؟ ركز معايا. عمل دي فاسكولاريزيشن الاسود وربط الليفت جاست وربط الشورت جاست وعمل سبلينيك، اتبقى له ايه؟ السبيد صح؟ قبل ما البيبي يعمل سبيد البين ده اتقطع منه. ياتروجينيك انجري. ياتروجينيك اتقطع.
فما اتقطع ايه اللي حصل؟ ربط وقفل بطن عيان وقال لك ربنا يستر ربنا يستر الاستومك هيحصل لها ايه؟ جنجرين الاستومك عدت حساب يعني الفرق ما بين حساب وموديفايد كانوا حاجة واحدة بس انت اللي في امك من صباحية ربنا مين؟ اللي بتجسس وبتقول صح؟ عمال تعمل لي مرة تقطع ومرة تشيل والغص ده هو الراجل جات معاه بالصدفة اتقطع منه غصب عنه امال هربطه يقول لك ربنا يستر على الاستومك قفل بطن العيان الاستومك عدت حساب اوبريشن وهي دي العملية. وعلى فكرة حساب بقى اللي اعتمدت عليه كلمة اللي انا قلتها في الاستومك استومك از هايلي فاسكولار تقدر تعيش باثنين من الخمسة. عشان اقول لكم المعلومة دي هناك مقصرة هنا الاستومك مكتوبة هناك الاستومك لها خمسة بلاد سبلاي كنت بتقول لك يا ابني تقدر تطلب كام واحد؟ تقول انا بطلب ثلاثة من الخمسة. مين اللي قال الكلام ده؟ حساب. خلاص؟ يعني الفرق ما بين حساب وموديفاي الطلب واحد بدل ما يعمل ستيم اما هبط الايه؟ اللي بتجسده. تعالى بقى على الحيوان اللي اسمه خيل بعد الشعب المصري وسكا ان هو بيغيروا من بعض واشمعنى حساب عمل عمليه وكتبت في كتب او راح خيل قال لك ايه طب ما تيجي نزود حته عمل حساب وقال نزود عليها فغوتومي. فغوتومي بس. ليه يا عم خيل؟ قال لك اصل مش احنا قلنا ان الفطر هيبقى تنشط اسوشيتد بجلد الكانسر؟ كان بي، خد بالك من كان بي 20% بس. كان بي اسوشيتد بجلد الكانسر؟ طب ما تعمل فغوتومي بالمره. عشان يك على البرد الأزهر يعني. طبعا هو عمل عملية وكتب العملية دي في كتب ميكي ماوس ما تطورتش في ولا كتاب انترناشنال يعني. خلاص؟ أمال حساب هي الوحيدة اللي مكتوبة في كتب انترناشنال ما تيجي تبوك محتار. أمال خير ده كتبت عندنا في كتب ميكي ماوس. خلاص؟ فده كان في عمليات بلاوي مصريين تانيين فيها كتير بس يعني فخير ده أفضل وما كتبتش خلاص؟ بس تعرف إن هو حساب بس زود إيه؟ فبقول تعالى بقى على البلويتين الكاملين. سيجارة يا ماموتو بس حط ايدك على قلبك سيجارة عمل ايه؟ طيب الراجل ده عمل ايه؟ سيجارة انا بص يا عم ساكت قلت نفسك ليه؟ فينس مش دعوه بالغلط غلط جاب معاك غلط ده غلطتك خلاص بس المفروض اربط فينس بس احنا كمان بنربط فين وغلط بس ايوه اللي بتوع عملت غير ما اعرفش فعلا مين اللي مش هتبقى. طيب الراجل ده عمل ايه؟ عمل شوف الكلمه اكستنسيف دي فاسكولاريزيشن اوف ذا اوسوفيتس كام سنتي يا عم الحاج؟ قال لك 18 سنتي اوف ذا اوسوفيتس ابني الكلب 18 سنتي هو الاوسوفيتس كام سنتي؟ الاوسوفيتس كام سنتي؟ 25 ده يعني 18 18 عند الاوسوفيتس هنا طب انت ازاي من فرق هتوصل هنا؟ هضطر ان انا اعمل ايه؟ استنوتومي ابني الكلب معايا ان شاء الله بيه بلا ده شايف دي تعمل استنوتومي سيبك من دي سيبك من انك عملت دي فاسكولاريزيشن 18 سنتي ان هو في الغالب الاسوفجاس هيبقى اسكيميك الراجل قال لك بس علشان طبعا الريسك جاستيك ده اساسي والشورت جاستيك ده اساسي دي حاجات مطلق منها الراجل قام عمل ايه بقى؟ قطع الاسوفجاس ووصله تاني اللي هو انت عارف نظام ايه؟ لو ما متش موتك ازاي اللي هو نظام يعني انت لو ما حصلكش اسكيميا من الهبل اللي انا عملته ده انا هجيب لك اسكيميا اصلا عامد ومتعمد هي ده سيجورا ام واحد فبطلت السنسف دي فاسفوريشن وصوبي ده اسمع الليفت جسد والشوبي جسد خلاص وبدل ما يبط الليفت جسد والليفت ام واحد عمل ايه في الاصوبي ده قطع ووصله تاني طبعا دي عمليه ايه انتحار دي بقى يا ماموت خليك جامعه المنصوره مركز الامراض طبق قاعده الباب اللي يجي لك منه ايه مش الام واستريح وسوفاجو جستريكتو ريحت الدنيا صح؟ ريحت الدنيا خد شايط بي يا حيوان وسوفاجو جستريكتو مع عملية بتقعد 6-7 ساعات وأنستموزس خد شايط بي يا حيوان يا يموت فعلا يا مموت هيموت عم بيموت خلاص ما علينا الاثنين دول زي ما اتفقنا دول اجريسيف سيرجن واحد موت لك الاسوفاجس والثاني شاله خالص تمام يبقى هم دول الست عمليات لو تلاحظ مين اللي هو ريزنبل حساب وهو ما زلنا بنعملها لحد دلوقتي يا جماعه وهي دي اللي اسمها ضغط البطن بس طبعا عندنا في الجراحه لازم ندرس تاريخ الطب الحديث والقديم عشان يعني من اخر الكوخه ما تعملش تفكرش انك تعمل كده
بس كده انا بدرسها لك عشان اقول لك كخه ما تعملهاش. بس هي في الاخر مين اللي بيتعمل؟ ده انواع دي مسكوريز. تعالى بقى على اخر حاجه مين؟ انا خدت الشاي بي سي وخدت الشاي بي. تعالى بقى ناخد اخر حاجه وهي الشر كوبيش. ها تاني اسئله لحد دلوقتي كده؟ يا ده احنا عندنا كبس من زمان يا حاج، بندككها على الاسطر عشان ندكك اصلا دلوقتي بطل عيان قفل عيان يعني خلاص بدكك بستنت من حواليه زي فكره اللي عارف انا شفت السي في دي قبل كده. الشرط التكنيكي ازاي يعني عشان اطلع بلا هنا بره، بس احنا بندككها من حواليها حتى ما توصل لقلب زي الاستنت اللي بتدكك في الدعامه اللي هتدكك في القلب زي الدعامه اللي بتدكك في المخ بندككها من حواليها اصلا بعد ما دخلت وعملت فاضل بعد طيب شنطه بيش. في عندك كلام كتير في الشنط الاول، انواع حاجه اسمها فوطه شنط وحاجه اسمها سلكت شنط. سيبك من العناوين وسيبك من الكلام الاول، الكلام ده مش هنفهمه الا لما اشرح انواع الشنط ايه. ايه انواع الشنط؟ اول نوع من انواع الشنط، اول نوع من انواع التوتال شنط، وانت كلمه التوتال دلوقتي حاجه اسمها بوتو كيبر شنط. يعني ايه بوتو كيبر شنط؟ بص يا انت عندك الليبر اهو، الليبر ده فيه بوتال بيت، والبوتال بيت ده اللي واخد الدم من فين؟ ها؟ من السبلينك فين وات؟ السبلينك وزن بيت. وهنا في الايبس صح يا جماعه؟ ايبس طبعا ده غلط، هو غلط انا اسمه ده. اول نوع من انواع الشنط وصل البوتال بيت بالايبس. وصل البوتال بيت بالايبس. هتوصله ازاي؟ اهو اول ما اكون موصله هم موصلين كده. يعني الراجل اما بيطلع كده كده اقوم احنا موصل. اند تو سايد. خلاص؟ اند تو سايد. اديتك ايه يا عم الحاج؟ فكرتي ان انا خدت الدم وديته على السيستميك سيركيليشن على طول، صح؟ قللت الضغط هنا ولا لا؟ انت قللته زي الفل. صح ولا غلط؟ مش كده؟ بس ايه اللي هيحصل؟ ده لو عم ما حصلوش انتيفلوبسي يبقى الطب غلط. العلم اللي انت درسه يبقى تروح تفتح يعني تستقيم من الطب. صح ولا غلط؟ طيب معنى كلمه توتال شنط يعني ايه؟ توتال شنط معناها انك خدت الدم اللي واقع في الليفر وديته على السيستميك سيركيليشن، ده معناه. طيب لما تاخد الدم اللي راح الليفر وديته على السيستم، راح الليفر وديته على السيستم، ده بيعمل ايه؟ انتيفلوبسي. مش كده؟ يعني كل انواع التوتال شنط بتعمل ايه؟ انتيفلوبسي. دي بتتعمل بس طبعا لازم اديها لك عشان ايه؟ كخه ما عرفش اعملها بعد كده. طيب اول مره عملوها الاند تو سايد زي الرسم اللي قدامك دي، بعد كده قال لك طب ما تعملها سايد تو سايد. بدل ما تعملها كده لا وصل كده. خلاص كده هو سايد تو سايد على اساس ايه يا جماعه؟ شويه دم الله يقع عليك شوف شويه دم يعدي كده ولا حاجه الليفر وبعد كده شويه يروح للاي بي سي صح؟ بس الدم مش اهدى، الدم بيروح للايست ريزيستنس اريا. يعني شاف قدامه ضغط عالي خلاص من اعصابه كله هيروح فين؟ يعني سايد تو سايد هي كلمة سايد انجبروكسي موجودة. طيب نفس الكلام قاموا حاطين اتش جرافت، كلمة اتش جرافت يعني قاموا حاطين جرافت ما بين الاي بي سي وما بين الايه؟ البورتال بي. طب ما هي 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 نفس السايد تو سايد مش كده؟ بس الفكرة كل ما قللت حجم الجرافت كل ما صغرتها يعني ها؟ كل ما الدم اللي رايح للاي بي سي ايه؟ قليل، بس هي هي الفلوس موجوده مش موجود مش كده؟ مهما عملت مهما غيرت خلاص؟ يعني من الاخر كده انت جبت سكينه قتلت من قدام قتلت من ورا قتلت من تحت هي هي اللي عمال يميت صح؟ عملتها ايه؟ تو سايد سايد تو سايد حطيت جرافت مش عارف. طيب في واحد قال لك طب ما انت بدل ما تلعب على التوتال فين؟ تلعب على السوبر موزيك ازاي؟ قال لك اعمل حاجه اسمها ميزو كيبل. ميزو كيفر ترجمها ميزو كيفر مش ده الاي بي سي اهو مش كده؟ طب ما توصل ده كده بدل ما توصل ده بده توصل ده بده. يعني الدم اللي رايح للسبلينك فين هو هو ده عادي رايح للبوتا زي ما هو، بس الدم اللي جاي من السبلينك هيروح لمين؟ للاي بي سي.
يا حيوان يا عملت العملية دي ما انت مش عارف ان الامونيا موجودة في السيوم بزنتي بس ولا هي الامونيا موجودة هنا وهنا لا يا جماعة الامونيا جاب لي التسم فقط جاب لي الاسبرين صح يعني ده المحمل بامونيا مش كده يعني انت لما عملت ميزو كيبل سواء برضو عملتها اندوتوسايت سايتوسايت اتش جاف هي هي انت خدت الامونيا وديتها فين سيسي فريش يعني هي نفس المصيبة صح عندك في الجوزة ما دخلش لا كده الله ينور عليك اهو نفس التفكير قال لك طب تعالى لعبت على ده دخل في انتبروس لعبت على ده دخل في انتبروس طب ما العب على ده طب هنوصلها ازاي قال لك بس اصبر اصبر علي اصبر علي بص يا جماعه هو كان غلط والله العيان ده كان عنده غلط المهم بص يا استاذ مش انت عندك اسبرين اهو ركز في السهوله ده انت عندك هنا حاجه اسمها رينال فين الرينال فين الرينال فين ده بيصد في مين في الاي بي سي طب عاملين ايه قال لك يعني اقول الاسبرين شيل الاسبرين وصل الاسبرين للرينال فين عملت حاجه اسمها اسبرينو رينال ركز في اللي هقوله دلوقتي اسبرينو رينال الاستروس ده حل المشكله بص اسبرينو رينال كاني وصلت الاسبرين في الاي بي سي ما هو رينال في صوت الاي بي سي بس طبعا عشان الاسبرين بعيد عن الاي بي سي فقال لك ايه وصله في رينال اللي جنبه عارف اللي هيحصل ركز معايا المفروض كان الدم جاي من الاسبرين رايح على هنا رايح على هنا صح والدم جاي من تحت رايح على هنا كده انت دلوقتي شلت الاسبرين وعطيتها حتى لو شلت الاسبرين في مكانها شايف كده ركز معايا كده الدم جاي من تحت اهو ده محمل بامونيا صح ده قدامه سكه السكه هنا الدم بتاعها فاضي الضغط فيها واطي جدا صح انا وصلته بالرينا وهنا الضغط عالي الدم اللي جاي هنا محمل بامونيا هيروح فين؟ هيمشي كده اهو هيمشي كده اهو شفت عملت ايه؟ يعني الدم اللي محمل بامونيا دخل على السبرين فين؟ دخل على مين فين؟ دخل على الاي بي سي، يعني دخل في الكتروبس ولا ما دخلش؟ يعني حتى لو وصلت السبرين زي ما انت بتقولي في اي بي سي او في فينا طبعا ايه اللي هيحصل؟ هيخش في الكتروبس يبقى التوتال شنطه ثلاث انواع من الشنطه وعشان تحفظها انا بلعب على ده او على ده او على ده شوف اهو احفظها كده انا بلعب على الكوتر فين بوتو كده بلعب على السيموزنتي فين ميزو كده بلعب على الاسبرينك فين سبرينو رينا مش طبعا سبرينو كده لان بعيد قوي سبرينو رينا بس احنا كده البوكس ما بنسلم دلوقتي النظر الثلاثه الثلاثه دول بيدخلوا في انتفلوبسي ولا لا بيدخلوا في فهمت ازاي تعالى بقى على السلم قانون الكيلو شاي ها ها وانا عامل اندل اجل فين شاي اه ازاي 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 يعني بص انا عامل اندوتوسايت بتاع البوتال فين بوتال فين اي دي سي كده سوري بوتال فين انا هبطه قبل الليفر اهو خلاص انا هبطه البوتال فين كده من فوق وقمت حاطط البوتال فين كده صح لما جيت بقى الميزو كيبل عكست يعني ايه عكست يعني سيادتك قال الاي بي سي اهو انت سيادتك قال البوتال فين زي ما هو خلاص انا عملت ايه لا ده انا هبطت الاي بي سي اللي تحت وقمت حاطط الاي بي سي عكست حطيت الاي بي سي في السلوم الزمني خلاص اما الطالبه بتعامله يعني شطاره قلت لك اه دكتور غلط او مش شطاره عبد الله زي الرسمه اللي فوق لا هي بتتعمل كده زي ما هي الرسمه اللي عندك ولها تفسير ولها موال طويل قوي بس مش عليك عايزين تفهموا انتوا بقى تحس اقعد معاكي انت بالذات انت الوحيده اللي سالت خلاص تستاهل ماشي اه بس انت شاطره انك خدت بالك من دي لان ده بقى كلام موال طويل بس ما عليك ايه ده؟ ما تستعجلش اللي انت بتقوله ده انا هعمله في السبت الشنط تعال بقى على السبت الشنط الشنط الوحيده اللي ممكن اقبلها منك انك تعمل في عمليه في عيان ده طبعا على فكره بالمناسبه يعني بالمناسبه عشان بس ايه يعني افاجئكم تتخرب اصلا الشنطات معلش بتعمل كده كلمه دلوقتي يعني في 10 سنين خلاص
ما انت بتدرس اوتوم تروع يا جماعه هو الميكروسكوب ولو العيان عنده هيبرس بنسمع بتحسه وخلص الموضوع على فكره عيان البطه هيبرس مش ماليش بتاعه اهي عشان اللي بتذاكره ده هو شوف هو كده الميكروسكوب لو عندك له هايبرس بنس تعمل له حساسه خلص ده هو الاوبسيشن امال بقى دي بسكوليزيشن والشطات والكلام ده السنين فاتت كله تعالى نتكلم على السنين اول نوع من انواع السلكتيف يا جماعه حاجه اسمها وارن شط اصعب شط افهم الوارن هم خمس زي اللي عايزهم منك وبعد كده افصل خلاص انا خلصت وارن عمل ايه ركز في اللي عامله ده ادي الليفر اهو احنا قلنا الليفر ادي البولتال فين والسبرينيك فين والسبرينيك بريزنتنج فين صح وقلت لي البولتال فين كان فاكرين ادي الاصول ده فاضل للصنع فكان الليفت والرايت جاستريك فينز اشتغلوا بيصدوا في البوتر ولا ايه؟ صح ولا غلط؟ مش فاكر انا الشات الليفت والرايت جاستريك فينز بيصدوا في البوتر وادي السبرين ومن شويه قلنا ادي الكدني والرينال فين بيروحوا يصدوا في مين؟ اه لسه الايدس يا عم لا حاجه ثانيه ادي الايدس انتوا فاهمين الاناتومي ده دلوقتي؟ ها؟ بوتر سبرينيك 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 ده مين فين ده ليفت والرايت وارن عمل ايه؟ ربط ثلاث ربطات تحت بعض، فظهر ايه؟ ادي ربطه، ادي الثانيه، ادي الثالثه. ربط السبرين فين؟ بس ربطه ناحيه مين؟ البوت. وقام قطع السبرين فين كده اهو، وقام موصله كده. تاني خلصت الوارن. وارن عمل ايه؟ ربط ثلاث ربطات تحت بعض، ربط الليفت جاستريك فين، الرايت جاستريك فين، وقام رابط الاسمين فين بس ناحيه البطن وقام وصل الاسمين فين هنا الله العمليه اللي فاتت كنت بعمل ايه؟ اللي فاتت على طول احنا عمليه اللي هي الاسمين هنا كنت بعمل ايه؟ كنت ماشيين هنا وبوصل من هنا صح؟ مش كده؟ الله دي بروكسيمال ودي ديستال فهمت يعني ايه كلمه بروكسيمال وديستال؟ بس عشان اقول لك كلمه بروكسيمال وديستال اكلهم دلوقتي بروكسيمال اسمين هنا وديستال اسمين هنا سيبك من دي دلوقتي خلينا في الرسمه اللي قدامك دي ادي ورد هو ايه اللي باب اللي هو هبله ايه اللي عمله؟ الراجل هو بالظبط ثانيه ثالثه وهو موصل ده ده سيبك من الموسيقى ركز معايا هو ده اللي كان هنا يا جماعه كان جاي من جزء من السبلينك وجزء من مين؟ من الميزنت الله ينور عليك صح ولا غلط؟ طيب الجزء بتاع السبلينك راح فين دلوقتي؟ حريم الله يعني انت بمعنى اصح الدم هنا لو 50% جاي من هنا و 50% جاي من هنا انت شلت 50% وديته مع مين؟ على السيستميك صح؟ يبقى انت قللت الضغط هنا ولا ما قللتش؟ قللت يبقى رقم واحد انت قللت لي البورتال بريشر اسالك سؤال في انكفالوبس هنا ولا ما فيش؟ لا ليه؟ الدم بتاع اللي محمل بامونيا مش هو لسه مسكيته زي ما هي ولا ايه؟ صح؟ مش هو لسه رايح الليفر؟ هل انا زودت الانسنس اوف انكفالوبسي؟ لا يبقى رقم اثنين انا there is no increase instance of انكفالوبسي صح؟ طب تعالى على المنطقه بتاعت الاوستوجيال فيرسس ده هنا. هو الاوستوجيال بس المنطقه دي يا جماعه كانت بتتغذى في ايه؟ مش الليفت والرايت والشورت جاستريك بيتس؟ مش هم دول بسبب البلاوي؟ انت لما ظبطت لي ده وده المنطقه دي بقت بتصب فين؟ غصب عنها مالهاش الا حته واحده اللي هي مين؟ الشورت. طب هي الشورت دي بتصب في مين؟ في السبرين اللي هو بقى بيصب في مين؟ الرينا يا استاذ يعني انت المنطقه دي البريشر فيها اخبار قال لي ليه؟ لان انت فصلتها عن البورتال انت خليت المنطقه دي دلوقتي كلها ايه؟ صح؟ يبقى انت عالجت مين؟ يعني لما الدكتور يسالك يقول لك وات ذا بيست تايب اوف شنط تقول له وارد يقول لك ليه؟ قول له ليه رقم واحد انا قللت البورتال بريشر رقم اثنين ذير از نو انسنس اوف الفيبروباسي رقم ثلاثه انا صلحت الاسوشيال بس بص عايز تفهمها اكتر انا واقف هنا اهو كده اهو انا خليت الحته دي زي ما هي بوكر وخليت الحته دي كلها سيستم يعني غيرت الشوك جاستيك بدل ما كان بوكر خليته سيستم السبرين فين بدل ما كان بوكر خليته ايه؟ سيستم لان كل المنطقه دي بقت بتصب في مين؟ وفصلت ما بينهم دي واحده ودي واحده فاهم لحد دلوقتي؟ في اي اسئله؟ ها؟ في اي اسئله لحد دلوقتي عشان اللي بعدها معتمده على مين؟ ده عشان افصل المنطقه دي عن المنطقه دي تماما مش انا بقول ايه افصل ده عن ده عشان لو سبت ده ما ده متصل بمين بالبورتك اللي هو ضغطه ايه
ضغط عالي صح ولا غلط؟ ما هو خدي بالك ثانيه واحده اقول لك لو انا سبت ده زميلك بتقول طب انت سبت ده ليه؟ او ضغط ده ليه؟ لو انا سبت تعرف اللي هيحصل؟ الدم هيجي كده 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 هيلاقي هنا الضغط عالي وهنا الضغط واطي صح؟ الدم هيخش هيتعكس هيروح على ضغط جسد على الاسبلينك يبقى انا ما عملتش حاجه انا لازم افصل افصل تماما البوتل عن الاستومك نهائي لازم افصل لحد كده في مشكله سبست ولا مش سبست؟ سبست اكتشف حاجه العيان ده بعد العمليه بست شهور او سنه العيان دخل في الانكبالوس دخل في الانكبالوس يا عم الحاج ده انت عملت مريض ده فصلت مفيش امونيا هتروح لك على السيستميك مفيش امونيا هتروح لك على السيستميك صح؟ مش كده؟ قال لك ايه اللي دخله في الانكبالوس؟ قال لك بس يبقى اكيد في ايد خفيه لعبت في اكيد في كونكشن انا مش عارفه هو فين وصل لي ده هو بده هو وصل لي السبيل ميزنتك بالسبرين وداني الدم ده هنا هو قاعد يدور في الاناتومي يبحث في الاناتومي يذاكر اناتومي قال لك بس حلقه الوسط هي البنكرياس ليه البنكرياس؟ قال لك لانك لو رجعت الاناتومي بتاع البنكرياس انا لسه ما خدتوش ادي البنكرياس اهو البنكرياس ده يا جماعه السبرينج فين ركز معايا بيدي له بانشات وفي نفس الوقت عندك سوبيرلي وانفيريور بانكرياتيك ديودينال فينز تعرفين السوبيرلي والانفيريور بانكرياتيك ديودينال فينز بيسقطوا فين في السوبيرلي انا بتكلم على الفينز ركز معايا كده ده السوبيرلي ميزنتال فين وده السبرينج فين المفروض انت في ورم خليت الاسبرينيك سيستم صح؟ وده زي ما هو بوتر مش كده؟ وفصلت الاثنين عن بعض تماما مش كده ولا لا؟ اكتشف ان حلقه الوسط ما بينهم هو البنكرياس ايه اللي بيحصل بقى؟ تبص معايا كده سيبك من ام المذكره ركز معايا بص لي الدم جاي كده المفروض هيروح مين؟ ها؟ هيروح لمين؟ للب صح ولا غلط؟ والدم ده هيروح للب مش كده؟ طيب المفروض الدم اللي في البنكرياس ده جزء منه يروح على السبلينك وجزء منه يروح على مين؟ على السبلينك سنتر الدم هيجي كده 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 الضغط هنا واطي قوي في السبلينك صح؟ الضغط هنا بقى سيستميك مش كده ولا لا؟ الدم هيجي كده هيخش على السبلينك والكتير بنكات الجنة هيرفينز يخش على السبلينك ليه؟ يخش على مين؟ على السبلينك وهو ده بيسموه حاجه اسمها بنكرياتيك سيتون حاجه اسمها يا جماعه بنكرياتيك سيتون كلمه سيتون يعني شفت شفت يعني البنكرياس هو السبب الشفت مظبط من البولتر للسيستم طب ده حلو ايه ده عبالة ما الضغط لما الدم هنا يعدي اصل بالي ده هنا بيزنس صغيره قوي فهتقعد تعدي لك شويه امونيا على قطرات على قطرات لحد ما يشوف حلها ايه؟ ماشي البنكرياس حلها ايه؟ شو بسيط على الدم اربط السبير والانفير بس في مشكله لو ربطت دول ان الاسبرين الدم بيغذي البودي والتبس ما بيغذيش الهيد امال ده وده بيغذي كل البنكرياس يبقى اعمل ايه؟ لا شايفين البنشات الصغيره دي؟ لا اربط البنشات اللي هي رايحه من الاسبرين الدم للبنكرياتيك الدم يعني من الاخر افصل الاسبرين الدم عن مين؟ عن البنكرياس اكمل الفصل اللي انا بعمله اكمل الفصل هو انا مش انا عملت ده سيستميك وفي طالع منه بانشات هي السبب هي دي السبب اللي وصلت لي ايه؟ البوندر بالسيستميك ربطت البانشات الصغيره دي وهي دي يا جماعه اللي اسمها موديفايد وبن نعم انا قلت الاسبرينيك دي بيغذي كود الدي امال ده بيغذي لي البنكرياس كله بياخد البنكرياس كله يبقى منطقيا اربط مين؟ اربط البنشات الصغيره خلاص؟ يبقى ده هوات سبيست فعلا بقى هي مين؟ مش وابد طيب. فهمت موديفايد وايه عامله ازاي؟ يبقى انا عندي السلكتف شرط وفهمت يعني ايه كلمه سلكتف؟ كلمه سلكتف يعني ما بزودش نسبه الانكفلوبس يعني الدم اللي محمل بالامونيا اللي راح الليبر سبته زي ما هو ده معنى كلمه سلكتف انواعها اهو السلكتف رقم واحد وارد وزي ما اتفقنا مشكله الوان ايه؟ ها؟ بنكرياتيك سيفون حلها ايه؟ رقم اثنين موديفايد وارن
موديفايد فايل. وفهمت يعني ايه كلمه موديفايد فايل؟ هقبض البرانشات الصغيره. اخر نوع من انواع السلكتيف عمليه لو قلتها في الشفه قلتها ما قلتهاش طز، لانها عمليه اصلا بتشتغل من كتب حاجه اسمها كورونري كيبل. كورونري كيبل كورونري كورونري اللي دخلنا هنا ايه كورونري ده؟ حد عارف كورونري؟ مش بتاعت الهارت. لا على فكره كورونري ده الاسم الثاني للليفت جاستريك فين. في عندي كورونري فين وكورونري ارتري. الكورونري فين اللي هو الليفت جاستريك فين، كورونري ارتري اللي هو الليفت جاستريك ارتري. يعني ده الاسم الثاني له. فمعنى كلمه كورونري كيبل يعني وصلت بيه لمين؟ ليفت جاستريك باي بي سي. على فكره عليها ديبيت في ناس بتقول دي توتال مش سلكتيف، عشان كده هي حط جنبها علامه استفهام كبيره. وعلى فكره دي اسمها اليكوشي اوبريشن. اليكوشي اللي انا لسه بتكلم عنه. يبقى انواع الشنط يا جماعه، انواع الشنط خلاص انا خلصت. تمام انا خلصت. انواع الشنط انا عارف انواع العمليات النهارده رخمه، توتال وسلكتف. التوتال يا جماعه احفظها كده، لعبت على البورتال، لعبت على الميزنتك، لعبت على السبرينت. لعبت على البورتال ميزو كيفر، البورتو كيفر. لعبت على الميزنتك ميزو كيفر. لعبت على السبرينت سبرينو لينا، بس بقولها بوكسر. وفهمت يعني ايه كلمه بوكسر؟ ده التوتال. سلكتف اما وارد اما موديفايد وارد اما كونري كيفر. للاسف بعض الدكاتره بتتسف فزت عليكم بتنظف عليكم في الشفوي، تقول لك طب في حاجه اسمها يا ابني بارشيا شنط. كلمه بارشيا دي يعني ايه؟ المياعه. عارفين المياعه؟ اللي لها توتال وليس دكتور. يعني ما تعملش انتبروبسي 100% وما هياش ايه 100% بريفنتد انتبروبسي. حاجه مايعه. ايه هي؟ اي حاجه فيها جرافت 8 مللي تبقى. يعني ايه 8 مللي؟ مش احنا خدنا من شويه حاجه اسمها بوست كيف بسيك شجرش؟ صح؟ مش قلت لك كل ما صغرت حجم الجرافت كل ما قللت الدم راح اي بي سي؟ طب ايه رايك لما احط الجرافت دي 8 مللي؟ 8 مللي دي يعني قد اقول انا من قدام. الانبوبه اللي جوه، الانبوبه اللي جوه شحمها ايه؟ صغير قوي. ده معناه ان الدم اللي رايح هنا قليل قوي قوي قوي، صح؟ ده معناه ان انا قللت نسبه الانكبروبس ولا لا؟ بس في نسبه ولا مفيش؟ في ما زال موجود، صح ولا غلط؟ هو ده 8 مللي. عملت ديبس وحطيت 8 مللي برضه دي بارشيا شنط. اي جرافت 8 مللي يساوي ايه؟ بارشيا شنط. خلاص؟ ده انواع الايه؟ الشنطات. بس طبعا هنرجع نقول ذا بيست تايب اوف شنط هي مين؟ مش الوارن بقى، كلها موديفايد وارن. خلاص؟ وارن موديفايد وارن. طيب قول لي يا ابني عامل الفول اب بتاعه، ما تنساش كل ده انا بتكلم في ايتم واحد اللي هو لو كان معايا قال لك ايه؟ جيرنج اتاك. ان بتوين اتاك بقى الفول اب، قدام الفول اب ايه؟ حد عارف؟ يعني انت سواء حقنت عملت شنطه كبرت العيان بتعمل فول اب ايه؟ رقم واحد بتجي له شويه ادويه، عناوين عناوين جروب بانابول او مايكريتس. طبعا بتعمل فول اب للمشكله ده الاساس. خلاص؟ الشنطه بتعمل كل قد ايه؟ لو العيان ما تعملوش دي بس بتاع ده ديبل وهايبرز بالنسبه هتعمل له حساس، او ممكن تعمل شنط لو هو شايف ده الفول اب اوبزرفيشن. كلمتين وبس. طيب لو سايلنت ديفايسز يا جماعه، الكلام ده بقى قرايه الشفه. شد خط كده، شد خط كده اهوت، انا خلصت اجابه السؤال. شد خط كده اللي فات ده عنده اجابه خلاص. يعني بعد كده قرايه مش عايز حاجه بقى. شايف ايه ده اهوت؟ بس ده كان زمان، هو اتفقنا احنا لازم نعمل شنطه اندوسكوب وخلاص. ده الوقت الحالي، انا بتكلم على الوقت الحالي. بنعمل اندوسكوب لو ديبلو ده هايبرس بنسبه حساسه، الشنطه معلش بتتعمل. خلاص؟ السايلنت ديفايسز يا جماعه حلها ايه؟ حلها ايه؟ اندوسكوب. جميل ماشي. طبعا ادويه تدي شويه ادويه كده هيباتيك سبورت وما اعرفش ايه كلام من ده. اندوسكوب الاساس صح؟ اندوسكوب هو طب تنفع تعمل بروفلاكتيك شنط او بروفلاكتيك دي باسترايزيشن؟ ينفع. مفيش حاجه اسمها تطلب بروفلاكتيك شنط. مفيش حاجه اسمها اعمل شنط عشان امنع حدوث الفرق حدوث رابشر فيرس. لان يا جماعه ممكن يموت من الشنطه اصلا، ممكن يخش في الكتالوجس من الشنطه. خلاص؟ يبقى دي الكلمه اللي اتعلم عليها بالكده في الام اس كيو. There is no prophylactic shunt. مش حاجه اسمها الكلام ده. امال عيان يا جماعه اللي عمره ما اتخرج قبل كده بتعمل له فول اب اندوسكوب لو ديفلوب ذا هايبرز بريزنت هتروح تعمل له ايه؟ حساس. بس. طيب لو عيان ما اصلا ما عندوش فيروس خالص عالي، لو في هايبرز بريزنت اهو وزود فيروسز، لو في هايبر اسبينيزم زي ما اتفقنا هعمل حساب، لو في اسايتس عالي بالاسايتس. طبعا المانجمنت اوف اسايتس عندك اشطبه انه خطوه في البطنه، انا مش عايزه، ده الشغل بتاع بطنه. ادي ديوريتكس، ادي البومين،
مانجمنت اوف اسايتس ده اشطب خالص مش عايز اي حاجه. بص يا جماعه ده الفولتال هايبرتنشن عبيدة ان شاء الله بكره معايده عاديه تمام في رمضان خلاص تعال بكره ان شاء الله لما نبدا في حصه الاول ممكن نبدا اول حصه الاسبوع ده اصلا رمضان ماله رمضان